أكثر من 100 عضو ومستشار مسلم في حزب العمال البريطاني يطالبون رئيس الوزراء كير ستارمر بوقف فوري وكامل لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. يجب أن نستمر في ذلك. نحتاج إلى الضغط من قبل جميع أعضاء البرلمان وإلى أفراد يتواصلون مع نوابهم لجعل هذا واضحا في الانتخابات المقبلة. لن نصوت لكم إذا استمريتم في تسليح إسرائيل. نحو 140 عضوا ومستشارا في المجالس المحلية وقعوا رسالة أشاروا فيها إلى ما وصفوه بانتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل. المئات في الشارع البريطاني طالبوا أيضا بتعليق تصدير الأسلحة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. هناك مطالب عدة في المجتمع وهناك أعضاء في البرلمان يتمنون نهاية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. لقد رأينا الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة تقلل بشكل بسيط عدد التراخيص لتصدير الأسلحة وهو تقريبا 30 من أصل 350 ترخيصا، وهي بادرة صغيرة. عندما أعلنتها الحكومة قلنا إنها بداية جيدة، ولكن يجب أن لا تكون نهاية التخفيض. هذه المطالب الشعبية والسياسية تأتي بعد نحو أسبوع من استبعاد رئيس الوزراء أن تفرض حكومته حظرا كاملا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لأن الخطوة قد تعيق مفاوضات وقف إطلاق النار وفق تعبيره. دعوات شعبية للحكومة بالضغط على إسرائيل تستمر في الشارع البريطاني، ومطالب بتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل من أجل إنهاء الحرب في غزة ولبنان. براء العزاوي، المشهد، لندن.